وينضم معنا من إسطنبول للحديث عن استمرار وجود الميليشيات الموالية لإيران في سوريا وتأكيد الولايات المتحدة رفضها الانتخابات الأخيرة التي أجراها النظام السوري في ظل تهجير الملايين ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ ياسر. لنبدأ من الانتخابات الأخيرة التي أجراها نظام بشار الأسد، كيف ينظر السوريون إليها بشكل عام والمهجرون والنازحون بشكل خاص؟ يعني لطالما كانت الانتخابات في سوريا لا تعبر عن رأي الشارع في سوريا، وإنما هي مجرد ديكور يقوم به النظام من خلال ما يسمى بمظلة حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية. أنا بتصوري اليوم ليس من جديد عندما يكون هناك عزوف عن عملية الحضور للعملية الانتخابية، سيما وأن هناك الكثير ممن لم يوجد لديهم يعني في مناطقهم صناديق انتخابية. أنا أتكلم عن مناطق عديدة في شمال سوريا، شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا، بالإضافة إلى أعداد مليونية من النازحين واللاجئين في دول الجوار أو حتى في دول اللجوء. إذا في نهاية الأمر يعني هذه النتائج لا تغني ولا تسمن من جوع، لا يوجد أي تفاؤل أو تشاؤم بخصوص العملية الانتخابية من لدى الشارع السوري، كون أن العملية الانتخابية لن تفضي إلى أي شيء، لا في مجال إضافي يعني يساعد الشارع السوري على أزماته الاقتصادية أو أزماته الأمنية أو حتى أزماته السياسية، ولا يوجد كما ذكرت في السابق أي قيمة لمجلس الشعب في ظل وجود دولة أمنية بامتياز يقودها بشار الأسد. طيب، هل كانت الأرقام حقيقية بالفعل التي أعلنها وزير العدل عندما تحدث عن مشاركة أكثر من 6 ملايين مواطن في الانتخابات، ولوحظ ترشح شخصيات تعود أصولها لإيران كالسيدة رقية شبلي كرمانشاهي؟ يعني أولا بالنسبة لعملية مصداقية العملية الانتخابية، يعني لطالما كان حزب البعث يعني ضليع في عملية تزوير الانتخابات، ضليع في عملية زيادة الأسماء، وهذا ما يعني كان في ظل وجود الدولة بكل اقتدار أمنيا. الآن يعني نعلم أن الميليشيات الإيرانية لها دور كاسح وقوي في بعض المناطق حتى لا تسمح للنفوذ الروسي بالتغلغل فيها، والعكس بالعكس أيضا في مناطق أخرى نجد أن الشبيحة والميليشيات المرعية من قبل روسيا هي التي تدير الدولة في مناطقها، لا وجود للنظام ولا وجود للأجهزة الأمنية. إذا في نهاية المطاف النجاح في هذه العملية الانتخابية يحتاج إلى معادلة بالتعاون مع شبيحة النظام أو الميليشيات الإيرانية، ولا يحتاج إلى مصداقية، وبالتالي أنا بتصوري لا يوجد أرقام، سيما وأن ذكر الرقم 6 مليون وحوالي 500 ألف ناخب، لا يوجد هذا العدد في الأراضي السورية من يحق لهم الانتخاب، وبالتالي أنا بتصوري القوى الناعمة الإيرانية ساهمت بشكل كبير من خلال ميليشياتها ومن خلال عائلاتها. ماذا عن ترشح شخصيات من أصول إيرانية زي مثل كرمانشاهي؟ يعني بتصوري كرمانشاهي يعني من مواطنة دمشقية، ولكنها لم يعني تخفي عمليا تشيعها وعمليا عملها في الجانب لمصلحة إيران من خلال حسينية تدار من قبلها. لذلك أنا بتصوري دعم إيران لمثل هذه الشخصيات هو الأمر النافذ على بشار الأسد والنافذ على روسيا والنافذ أيضا على الشعب السوري في المحصلة. هذا الوجود الإيراني في سوريا إلى أي مدى يعمق الهوة بين السوريين ويعيق الحل في البلاد؟ ميليشيات الحشد وحزب الله مستمرة بالقتال على جبهات القتال في سوريا. إيران بشكل عام في أي دولة تتدخل بها هي تحاول أن تضرب بمقومات الدولة ومؤسسات الدولة، هذا ما وجدناه في لبنان وهذا ما نجده الآن في سوريا. آخر ما يهم إيران أن يكون هناك جيش سوري يرعى مصالح الشعب السوري والشعب السوري يقوم بعملية ديمقراطية من أجل أن يفرز قياداته، آخر ما يهم إيران هذا الأمر. إيران تريد أن تكون كافة الدول في جوارها دول في حالة فوضى من أجل أن تكون هي الدولة التي تستطيع أن تتحكم بكل هذه المساحات من دول تخلو منها مؤسسات وعمليات ديمقراطية وفرز حقيقي للشارع المحيط بها. مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا جول ريبورن يقول إن قانون قيصر لا يعمل بمفرده لإيجاد حل في سوريا، مشيرا إلى وجوب مواصلة الضغط سياسيا واقتصاديا وعسكريا من أجل إيجاد حل سياسي للبلاد. كيف سيكون شكل الحل برأيك الأسد
ما يزال باقيا حتى الآن رغم إقرار واشنطن بعدم نزاهة أي انتخابات في سوريا. يعني المشكلة أن التصريحات التي يعني تدليها الولايات المتحدة الأمريكية في نتيجة لا تحقق نتائج، يعني لنقولها بصراحة، الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة ليس لديها قرارات بأن يكون هناك عملية ديمقراطية وتغير تغيير سياسي في سوريا، وبالتالي ما نجده أن بشار الأسد قرأ هذه الرسالة هو يعني يسخر من المجتمع الدولي وهو يعلم أنه لا يوجد إرادة حقيقية في تغيير هذا النظام، وفي النتيجة بشار الأسد يمارس كل ممارساته التي اعتاد عليها بحالة الدكتاتورية. بشار الأسد يرى أن في النتيجة لا يوجد إرادة حقيقية تطلب منه أن يتنحى أو أن يكون هناك حل سياسي شامل في سوريا. هذا الأمر يعني أن سوريا ستعيش في فوضى فترة أطول، مما ينعكس هذا الأمر سلبا على دول الجوار، ومما ينعكس أيضا على استقرار المنطقة بشكل كامل. المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.